بسم الله الرحمن الرحيم، راح نبدأ بمولكيولار اوربيتال دياجرام اوف تيو ذا اتوميك مولكيول. المتجانسة ما راح اشتغلها، ما راح انشرها يعني، ولا الفالنس بوند ثيوري تاع الهايبريدايزيشن، لانه فيها رسومات كثير ناخذها من الكتاب وبالتالي ما اقدرش انشرها. هاي الرسم كمان جبتها من النت للجزيء ثنائي مختلف الذرة، يعني تكون من ذرتين مختلفة N و O، مش N 2 O 2 إلى آخره. الآن هون اختلاف الذرات بننتبه لقضية الكارو سلبية، فاللي أعلى كارو سلبية هننزل الأوربيتال بتاعته أقل من الذرة الأخرى اللي هي أقل كارو سلبية. النيتروجين أقل كارو سلبية من الأكسجين، عشان هيك التو أس تاعت الأكسجين تحت والتو أس تاعت النيتروجين لفوق، نعمل عادي جدا تداخل بينهم يعطينا سيجما سيجما ستار، والبي بي زد مع بي زد يعطينا سيجما سيجما ستار، والبي اكس بي واي يعطينا باي باي ستار، هذه عادية جدا تحسب البوند أوردر وانتهينا. بدي اخذ واحدة صعبة شوي اللي هي اتش اف، اتوقع اتش اف اتش اف هنا في فرق شاسع جدا في الكارو سلبية. الزد افكت للفلور اعلى بكثير من الزد افكت للهيدروجين، لذلك ال 2s وال 2b اتوميك اوربيتال للفلور راح تكون يعني اقل نوعا ما مستوى الطاقه تاعها من لون استعت النفاذ. يعني لاحظوا هون في الرسم، رسمنا الهيدروجين، هذا ال 1s تاع الهيدروجين وشكله كروي في الفلور واحد، لان هذه افلاك الاف، لاحظوا هذا 2s مش 1s لسه تحت، 2s اقل بكثير من 1s، وال2p كمان اقل من 1s، فهي significantly lowered energy comparing with 1s atomic hydrogen. الان السيمتري ما بين الاس والاس في توافق، في تماثل في السيمتري، لكن في جاب عالي جدا في الطاقه، عشان هيك ما بصير تداخل ما بين 2s من الفلورين وال1s من الهيدروجين. عشان هيك الـ 2s تاعت الفلور راح تنزل بإلكتروناتها non-bond. ستتداخل الآن ما بين S تاعت الهيدروجين مع الـ PZ اللي ماشي على محور الرابط، عشان محور الرابط HF خط مستقيم، فالـ PZ يكون عليها، ويجي الـ S من هون يتداخل تداخل بناء بهذا الشكل، وعكس التداخل هدام هذه يسميها سيجما، وذاك التداخل هدام نسميه سيجما ستار او انتي بون. ظل عندي البي اكس والبي واي، ولا ما في اي ماتش بينهم بين الاس، عشان هيك ينزل هون النون بوندنج، نون بوندنج وينزل بالكتروناتهم، ينزل بالكتروناتهم. الان ايش ظل؟ البوند اوردر نص الرابطه كم هون؟ 2، وغير الرابط سيجما ستار اسف 0، والنون بوندنج ما تدخل في حسابات البوند، الحين فواحد، يعني بمعنى اخر في رابطه اتش اف سنجل بوند. طيب ملاحظه، هذا اللي راح نشوفه على هذه الرسمه، اوفرلاب بتوين ذا هيدروجين 1s اند فلورين 2s اتوميك از الاود باي سيمتري، يعني حكيناها التداخل ما بين 1s و 2s من حيث السيمتري، من حيث التماثل متوافق، بط ذا انرجي سيبريشن از فيري لارج، عشان ما يصيرش بين التداخل. التداخل ال 1s مع 2pz atomic orbital is also symmetry allowed، يعني في هون توافق في السيمتري ما بين ال pz وما بين ال s، وكمان في reasonable orbital energy match، في طاقة تقارب نوعا ما، يعني لاحظ هذه المسافة من هون لهون مش هالمسافة العالية، عشان هيك يكونوا سيجما بون، وعكس التداخل يسمى سيجما ستار. النوت الثالثة، because HF is non-centrosymmetric، يعني لو وقفت في نص ال HF مش هتلاقي يمينك يسار يسار، non-centrosymmetric يعني مش زي الهيدروجين، الهيدروجين لو وقفت في النص يمين يسار زي بعض، F2 Cl2 O2 إلى آخره، BeCl2 يمين يسار زي بعض، لكن HF يمين يسار مش زي بعض، عشان هيك الليبل بتاعت ال G وال U اللي كنا حطيناها مع سيجما G وسيجما U باي يو باي ستار جي، هذه ما راح تكون موجودة في ال اتش اف. سوري لحظة واحدة بس، معلش. هون ذا آخر ملاحظة، ذا فلور تو بي اكس تو بي اتوميك اوربيتال بيكم نون بوندد اوربيتال، لأنه ما في أي تماثل بينه وبين الاس اوربيتال،
nuclear orbital picture or diagram of HF indicates that the electron density is greater around F than hydrogen nucleus. وبالتالي راح يصير عندي partial positive الهيدروجين partial negative على الفلورين. هون بدنا نركز شوي molecular orbital diagram للكربون مونوكسيد الذرتين ايضا فيهم S و P. S بينما ال HF فيها S فقط من جهة و S و P من جهة اخرى. هون شوي صعبة. Before constructing an orbital interaction diagram for CO, we must note that زد افكت الاكسجين اعلى من زد افكت الكربون. بالتالي الاتموك اوربيتال الاكسجين تكون في مستوى طاقتها اقل من الكربون. ثانيا energy of 2s atomic orbital of oxygen atom is lower than that of 2s atomic orbital in carbon. 2b level in oxygen is at lower energy than that in carbon. ايضا 2s2b energy separation in oxygen is greater than that من كربون. هذا راح نشوفه بالرسمة بعد شوي. بشكل عام كمان هاي تداخلات الـ PX مع الـ PY اللي عمودي عليه، يعني هذه بالداخل هذه بالخارج، ترى عمودي عليه هذا ما في توافق. Orthogonal P atomic orbital يعني أفلاك الـ P المتعامدة give zero overlap integral. الـ PX الـ PX مع الـ S orbital اللي على نفس المحور، هذا كثافته يمين يسار، هذا كثافته على S، وبالتالي أيضا هنا راح يعطي non bonding interaction، ما في أي تداخل بين S و PX تحديدا. لكن PZ كونه جاي على المحور، PZ هذا جاي على المحور اللي عليه S، وبالتالي هذا حيعطي تداخل بناء وعكسه راح يعطي تداخل هدام. إذا هنا راح يعطي bonding و anti bonding. خلينا نشوف هذا الكلام على رسمة CO. رسمة CO لويس تريختر رسمها بهذا الشكل، رابطة ثلاثية. خلينا نشوف الآن الأكسجين على اليسار، الكربون على اليمين. 2S تحت الأكسجين أقل من 2S تحت الكربون، 2B الأكسجين أقل من 2B الكربون. الجاب ما بين أكسجين 2S 2B أكبر من الجاب ما بين 2S 2B تحت الكربون. طيب أول تداخل راح نعمله هو التداخل التالي، ال 2S هاي مع 2S هاي يعطينا بوندينج، يعطينا انتي بوني، يعني يعطينا سيجما سيجما ستار، بس ما كتبت سيجما ستار لهذا. التداخل الثاني هو بي زد من هون مع بي زد من هون، يعطينا تداخل بناء، هي تحت، تداخل هدام، هي فوق، انتي بوندينج، سيجما ستار بي، وهذه سيجما بي. لكن كون في هون تداخل في 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 منطقة سيجما بي والسيجما اس، تداخل كبير جدا، فيصير بينهم تنافر عالي جدا، عشان هيك هذول الانتقال راح يلتغوا، استبدلهم بهذا الشكل، هذا الشكل نفسهم. يعني لاحظ هذول الخضر، هذول كم واحد؟ 2 مولكيولار اوربت. طيب هون السود هاي واحد وهاي واحد، 2 مولكيولار اوربت. لكن يعني بس وكمان جاي من تداخل اس وبي، تداخل اس واس، تداخل اس وبي العكس. لاحظوا هون هذا راح اسميه سيجما اس بي، يعني هذا جاي من تداخل اس من هون مع بي من هون مع بي من هنا. وايضا سيجما ستار هو تداخل اس بي، عشان هيك بنشير لهم الى اس بي. انا انتقل الى الانتقال، يظل عندي بي اكس وبي واي، هيعطيني بوند باي وباي ستار البي اكس، هاي باي هاي باي ستار تاعت البي اكس، هاي باي باي ستار تاعت البي واي، ويكون ديجينيريت متماثلين في الطاقة. هذا اسميه سيجما ستار اس بي، وهذا اسميه سيجما اس بي، هذا اسميه باي، وهذا باي، هذا باي ستار، باي ستار، سيجما ستار، وهنا سيجما اس. الكترونات 2 و2 4 5 6 7 8 9 10 الكترونات، موزع في الوسط 10 الكترونات، 2 4 6 8 10. احسب البوند اوردر، البوند اوردر عباره عن البوند اوردر عباره عن نص البوندنج، لان 2 4 6 8 ناقص الانتي بوندنج اللي هي 2 يساوي كم؟ 3. الآن هاي ملاحظة مهمة جدا، the highest occupied molecular orbital، أعلى molecular orbital موجود is bonding and possess predominantly carbon character occupying of this molecular orbital. يعني بمعنى آخر إنه يكون أقرب لذرة الكربون، أي قريب من ذرة الكربون مقارنة بمين؟ بذرة الأكسجين. وكمان لومه هون هو من نوع باي. شو معنى لومو؟ شو معنى هومو؟ أول شيء هايست، يعني هذا مليان، أوكيبايد، هذا أوكيبايد، هذا أعلى واحد أوكيبايد هو هذا، هذا هومو
اللي هو أعلى فلك مليان، واللومو اللي هو أقل فلك ممتلئ موجود. هذا سميه لومو، هذا سميه هوم، راح نحكي عليه في المحاضرة المرة القادمة. لحد هون يكفي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.